نركز بقى مع بعض واحدة واحدة كده، وكعادة هذه الفيديوهات وهذه الحلقات، هذه الفقرة مهمة جدا لكل جمهور برشلونة في الوطن العربي، مش بس علشان خاطر ميسي، ولكن علشان الوضع العام للنادي اللي بيتغير من دقيقة للتانية، مش من يوم للتاني. القصة انه ميسي مش رايح السعودية دلوقتي، وميسي مستني برشلونة حتى اللحظة الأخيرة اللي هيقولوا له فيها مش قادرين علشان ياخد القرار ان هو يتحرك للسعودية. لكن في قرارة نفسه كالعادة من أول ما بدأ الكلام في الموضوع ده، أنا عايز أوروبا، أنا عايز أوروبا، أنا عايز أوروبا، أنا عايز أرجع برشلونة، عايز أرجع برشلونة، إلا إذا النادي كان عنده مشاكل. وضع النادي أخباره إيه؟ برشلونة مطالب إن هو يوفر 200 مليون يورو ويقدم الخطة الجديدة الخاصة بوضعه الاقتصادي يوم 19 مايو الجاي. ال 200 مليون عشان ميسي؟ لا، ال 200 مليون علشان تسجل لعبتك الموجودين عندك اللي انت مش قادر تسجلهم، زي جافي، زي اراوخو، وعده لاعبين. ال 200 مليون دول يتجابوا وبعد كده نفتح كلام نشوف ايه اللي ممكن يحصل. حلو الكلام. الموندو وسبورت الكاتالونيين الاثنين، يعني الاثنين كانوا عاملين تقريرين بينشروا فيهم كل التفاصيل اللي موجوده في الحاله الاقتصاديه للنادي لحد النهارده. فالموندو عملت تقرير وعملت لقاء مع ادواردو روميرو، الراجل روميو، الراجل نائب رئيس برشلونه للشؤون الاقتصاديه، وده اللي قال فيه ثلاث معلومات، الثلاثه بيوضحوا كل حاجه في النادي، كل حاجه في النادي. اتكلم روميو مع موندو وقال انه مبدئيا احنا على الطريق الصحيح. اولا، نحن في وضع جيد جدا ويجب ان نستمر، نحن في امتثال الكبير للهدف المطلوب. يعني احنا بنرشد النفقات وبنعلي الدخل، احنا في وضع جيد، لازم نكمل على كده. التانية، في النهاية هم يصادقون، دي الرابطة، على العمل المنجز من مختلف المجالات التي يقوم بها فريقنا الاقتصادي، وانا مقتنع بانهم سيعطوننا الضوء الاخضر. ليست لدي اي علاقة مع الريجا، ولكني لست على علم بوجود مشكلة تتجاوز توضيح بعض المفاهيم. التالتة، عن خفير تباس، قال برشلونة نادي مهم في الليغا، هو رئيس الرابطة، لازم يكون في تفاهم موجود بين الطرفين لغاية ما نوصل لنقطة، وإلا فالوضع هيكون سلبي للجميع. توني فيريروس ده كبير محرري سبورت الخاص بنادي برشلونة، فسر بقى ال 200 مليون يورو اللي الراجل ده بيحاول يجيبهم هيتجابوا منين. وقال ان ال 200 مليون يورو دول خمس بنود أساسية هما اللي هيجي منهم ال 200 مليون. أولا، من 50 ل 60 مليون يورو ده تخفيض رواتب، اما تخفيض واما انه كلامك مع تشافي يقولك بقى تكمل او ما تكملش، تمشي ولا ما تمشيش. فمن 50 ل 60 مليون يورو في القصه دي. حلو الكلام. الحاجه الثانيه، من 50 ل 60 مليون يورو انت وفرت 12 لان بوسكيتس خلاص مش بيكمل معاك، فانت بقى عندك في حسبه فلوس موجوده كويسه على اول 50. حلو. الباقي ال 30 مليون يورو اللي بعد كده هتتوفر من اقسام النادي الاحترافيه بما فيها كره القدم النسائيه، الهوكي، كره السله، اليد، الخماسيه، واكاديميه لمسيه. وبين قوسين دي خطيره جدا، دي خطيره جدا، توفر من لمسيه دي خطيره جدا. لكن دول 30 مليون هيجوا على ال 50 اللي فاتوا، كملنا 80. ثم القسم الثالث هو 30 مليون يورو، وده للاسف الشديد برضو، من اغلاق قناه برشلونه اللي هتقفل في 30 يونيو 2023. ثم القسم الرابع 10 مليون يورو من الرواتب والمصروفات غير الرياضيه. والقسم الخامس وهو اخطر حاجه في المساله كلها، 70 مليون يورو من بيع اللاعبين. يعني برشلونه مضطر ان هو يبيع لعيب مثلا او اثنين لعيبه ب 70 مليون علشان يكفي كل المصاريف دي. الرواتب سهله، بقيه الاقسام سهله، ال 70 مليون وانت محوج ده اللي هيتلعب بيك في الكوره. لان نيوكاسل لما يعرف انه رافينيا انت عايز 70 هيقول لك 40 30. قد تطول ليفاندوفسكي القائمه، الله اعلم انت هتبيع مين. لكن ده الموضوع، ده الموضوع الخاص بالنادي اقتصاديا. فيما له علاقه بقى بميسي، ميسي تم الاتفاق معاه على كافه البنود الاقتصاديه، مرتبك، عقدك، تفاصيلك، انت تمام، انت تمام، انا مستني تقول لي يلا فنيلا. ده الوضع بناء على كل التقارير اللي جايه من مختلف الصحف وبالتفصيل الممل لكل جماهير برشلونه في الوطن العربي. كملت ميسي موجود معاك،
ما كملتش، ميسي هيودعك بالدموع للمره الثانيه ويروح السعوديه وامريكا، هو حر يعمل اللي يعمله، لكن في النهايه هذا هو الوضع القائم.